عليكم. اليوم إن شاء الله تعالى رح أعملكم فتة البتنجان بطريقة خفيفة لطيفة صحية. تابعوني خطوة بخطوة إن شاء الله تعالى، لأنه رح أشرح لكم كيف رح أعملها بطريقة بسيطة وصحية. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا لايك ومشاركة، وشكراً لمتابعتكم. هلأ رح أبلش في البتنجان، ورح نعمله زي ما قلت لكم بطريقة صحية. ما بدنا نعمل فتة البتنجان قلي كالعادة، لا رح نعملها عشان رمضان طريقة صحية وبسيطة. هاي أنا هون قطعت حبة بتنجان، قطعتها مكعبات وحطيت على الجريل. هاي بدي أحط معلقتين زيت زيتون وأدير البتنجان على الجريل، أحركهم مع بعضهم. بسم الله أضمن إنه كل البتنجان وصلوا من زيت الزيتون. طبعا أنا البتنجان هون مغسول ومنقوع في مي، فيها مي وملح عشان أضمن كمان إنه ما يتشرب من الزيوت. هيك هلا بسم الله هاي البتنجان كلياته عليه من زيت الزيتون، رح أتركه يتشوى على الجريل وأروح أعمل الدريسنج تاعت فتة الباذنجان الصوص. هلا للدريسنج تاعت فتة الباذنجان هون حطيت معلقة ونص من اللبن الروب، وعندي أنا بحط الطحينة والليمون بعملهم وبحطهم على جنب الثلاجة. عندي هون هاي معلقة طحينة وتوم وليمون مخفوقين مع بعضهم، بضبهم بالتبروير، بحط معلقة ونص، ورح استخدم معلقة صغيرة من المايونيز اللايت واخلطهم كلياتهم مع بعضهم. بس العلبة جديدة الان هاي عم بفتح فيها. وهلأ رح احط معلقة صغيرة من المايونيز اللايت واخفقهم كلهم مع بعض، وهيك بتكون عندي الدريسنج اللي رح احطها على الباذنجان والخبز. هلا كمان الخبز انا ما رح اقلي قلي، انا جبت خبز توست وحمصت، عندي قطعتين خبز هن اللي رح استخدمهم لفتة الباذنجان. اذا حسيتوا انها الصوص شوي تقيلة فيكم تضيفوا عليها شوية شنينة. نضيف عليها شوية شنينة. بسم الله عشان تكون الصوص معي شوية تاخد وتعطي، ما تكون جامدة كتير ولا رخوة كتير. شوفوا كيف الباذنجان استوى وتحمر واخذ لون وما شاء الله عليه ولا بده اي شيء. طبعا انا قلت لكم فرمته ونقعته بالمي والملح، فهو ما بده ملح ابدا. بس هلا رح نرش عليه، بس نيجي بدنا نسكبه مع المواد الثانيه تاعت سلطه الباذنجان او فته الباذنجان او فته المكدوس زي ما بسموها، رح ارش عليها شويه كمون وشويه فلفل اسمر. بس حبيت اورجيكم كيف على الجريل كيف طلعت، وابدا صحيه، ما هي شربانه زيت ولا اشي غير معلقتين الزيت الزيتون اللي انا حطيتهم. هلا انا خبز التوست مثلا بجيبه بستخدمه بعد يومين خلص بتحسي انه ما اله روح، فبنشفه زي هيك بالفرن وبخليه لاستخدامات متعدده. فانا هلا هون شويته لفتة المكدوس، ما رح استخدم الخبز المقلي، رح نحاول شوي نكون اكلنا شوي خفيف. الواحد برمضان ما بيقدر للاكل الدسم. فهلا الخبز هون راح افتته بسم الله بالطريقة هاي. طبعا اذا انتو بتحبوا تقلوا الخبز بصير وكمان طيب، بتحبوا تقلوا الباذنجان برضو قلي برضو بصير، بس انا هون عملت لكم اياها بطريقة صحية. هلا رح اضيف الباذنجان اللي احنا شويناه على الجريل. بسم الله وعندي هنا
حمص مسلوق، وإمكانكم تجيبوا المعلب علبة يعني قدر علبة، أو أنتوا بتكونوا سالقينه وناعينه وضابينه بالفريزر عندكم بتطلعوه بتدوبوه. بدنا تقريبا كاسة، راح أخلي شوي للتزيين. هلا هون بالمرحلة هاي راح أرش رشة ملح فلفل، بسم الله، ورشة كمون. أحركهم بنحركهم مزبوط. هلا بضيف عليهم الدريسنج. هلا انا الدريسنج قلت لكم معلقه صغيره مايونيز لايت، هاي اختياري، اذا بتحبوا انكم ما تضيفوها بصير ما تضيفوها، بتحبوا تحطوا لبن لايت برضو بصير. بسم الله، هلا بضيفها هيك على الوجه، بغمرها. التوم والليمون، طبعا انا قلت لكم الطحينه خالطها توم وليمون وضبيتها عندي على جنب، اذا بتحبوا مثلا ما بدكم توم تتحسسوا من التوم بصير خلاص تخلوها بلبن وطحينه وليمون، بس هي صراحه بتجيب نكهتها التوم. وهلا بعمل لها على الوجه القدحه مع المكسرات. هلا القدحة قدحة السمنة ما عنها، يعني قديش حاولنا نعمل الأكلة خفيفة ولايت، بس صراحة أنا بحب قدحة السمنة مع المكسرات على الوجه، بس إذا أنتم ما بدكم برضو بصيروا تستعيدوا عنها، تشووا المكسرات شوي وبترشوا رشة زيت زيتون وهيك بتكون صحية 100%. بس أنا هون هلا بدي أدحلي يعني قدر بس معلقة من السمنة البلدية وأضيفها على وجه الفتة أو أي نوع سمنة أنتم بتحبوها. هون رشيت الحمص وشوية كزبرة على الوجه، وهلا بدي ارش شوية رشة سماق بلدي، سماق عجلوني بسيط، رشة خفيفة. سماق العجلوني كتير كتير طيب. وهلا رح اضيف له القدحة مع اللوز اذا بتحبوا صنوبر، بتحبوا كاجو، اللي موجود عندكم بتضيفوه. هيك صارت اكلتنا جاهزة، صحتين والف عافية. اذا عجبكم الفيديو بتمنى تعملوا لايك وتضغطوا وتفعلوا زر الجرس سبسكرايب وتعملوا مشاركة، ورمضان كريم وكل سنة وانتم سالمين.